السادسة مساء بتوقيت القاهرة، نشرة إخبارية جديدة تأتيكم من القاهرة الإخبارية. أهلا بك شيماء. أهلا بك رعد، أهلا بحضراتكم، والبداية بأبرز العناوين. حماس تطالب المجتمع الدولي بكبح جماح إسرائيل والتصدي لجرائمها بالمنطقة، وتهدد برد قوي على اغتيال هنية. مصدر مصري رفيع المستوى يؤكد أن سياسة الاغتيالات التي تمارسها إسرائيل تهدد الوضع الأمني الإقليمي وستؤدي إلى توسيع نطاق الصراع بالمنطقة. وزير الخارجية الأمريكي يبحث ونظيره الأردني جهود منع التصعيد في منطقة الشرق الأوسط. البداية من تطورات اغتيال إسماعيل هنية بطهران. لا هجرة من غزة ولا هجرة من الضفة. المقاومة هي الخيار الذي يجب أن يتمسك به الشعب الفلسطيني. ندد القيادي في حماس خليل الحية باغتيال رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، مطالبا المجتمع الدولي بالتصدي لما تمارسه إسرائيل في المنطقة من قتل وتدمير. وتوعد الحية إسرائيل بأن اغتيال هنية لن يمر دون رد، مشيرا إلى أن اغتياله ليس إنجازا استخباراتيا لإسرائيل، وأوضح أن هنية لم يكن مختبئا، وأن الصاروخ الذي استهدف مقر إقامته دمر الجدران والنوافذ وأصابه مباشرة، منوها بأن حماس تنتظر التحقيقات الكاملة. نددت كتائب القسام باغتيال إسماعيل هنية في قلب العاصمة الإيرانية طهران، واصفة عملية الاغتيال بالإجرامية، مؤكدة أنها ستنقل المعركة إلى أبعاد جديدة. وأشارت القسام إلى أن عملية الاغتيال ستكون لها تداعيات كبيرة على المنطقة بأسرها، وأن الاحتلال يعمل على توسيع دائرة العدوان واغتيال قادة المقاومة في مختلف الساحات وانتهاك سيادة دول المنطقة. أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الحدادة وتنكيس الأعلام ليوم واحد حدادا على رئيس حركة حماس إسماعيل هنية. وكان الرئيس الفلسطيني أدان بشدة اغتيال هنية، واعتبره عملا جبانا وتطورا خطيرا، ودعا عباس الشعب الفلسطيني وقواه إلى الوحدة والصبر والصمود في وجه الاحتلال الإسرائيلي. تصعيد كبير دخلته منطقة الشرق الأوسط مع اغتيال الاحتلال الإسرائيلي لإسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، بجانب سلسلة اغتيالات أخرى قام بها الاحتلال بحق قيادات من حزب الله. وعقب اغتيال هنية دعت الفصائل الفلسطينية إلى إضراب عام ومظاهرات حاشدة، مؤكدة أن اغتيال هنية يظهر للعالم أن إسرائيل تسعى لتوسيع دائرة الصراع في المنطقة. حرب إسرائيلية شعواء تلتهم كل ما حولها، وسلسلة من الاغتيالات بدأتها تل أبيب منذ 7 أكتوبر الماضي ولم تنتهي بعد. أحدث تلك الاغتيالات كان تصفية إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس. وإن أي مرونة نبديها في التفاوض حرصا على دماء شعبنا ولوضع حد لآلامه الكبيرة وتضحياته الجسام في حرب الإبادة الوحشية ضده يوازيها استعداد للدفاع عن شعبنا. هنية الذي ولد عام 1962 في مخيم الشاطئ للاجئين غرب مدينة غزة، قضى إثر غارة إسرائيلية على مقر إقامته في طهران بعد مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد حسبما أعلنت حركة حماس.
حادث اغتيال هنية الذي تم على بعد أكثر من 1600 كيلومتر من مسقط رأسه، أفاد الحرس الثوري الإيراني في بيان له أنه يجري حاليا دراسة أبعاده على أن تعلن نتائج التحقيقات في وقت لاحق. من جانبه أكد قيادي حركة حماس أن اغتيال هنية عمل جبان لن يمر سدى، وأن الجميع جاهز لدفع مختلف الأثمان. الرئيس الفلسطيني محمود عباس أدان اغتيال هنية واعتبره عملا جبانا وتطورا خطيرا، ودعت الفصائل الفلسطينية إلى إضراب عام ومظاهرات حاشدة بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس. حادث اغتيال هنية يظهر للعالم أن إسرائيل تسعى إلى توسيع دائرة الصراع لا تحجيمه لتحول المنطقة إلى برميل بارود يوشك أن ينفجر. أفادت تقارير بأن إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الذي اغتالته إسرائيل فجر اليوم في طهران سيشيع جثمانه الجمعة المقبل في مقر إقامته بقطر. وأشار بيان لحركة حماس إلى أن جثمان هنية سينقل إلى قطر غدا الخميس عقب تشييع رسمي في طهران. كما أشار البيان إلى أن دفن هنية سيتم في قطر بعد صلاة الجمعة وبمشاركة جماهيرية. كانت حركة حماس قد أعلنت اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي في غارة إسرائيلية على مقر إقامته في طهران. وأوضحت حماس أن اغتيال هنية جاء عقب مشاركته في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بيزكشيان. وأكدت حماس أن اغتيال هنية في إيران يعد تصعيدا خطيرا لن يحقق أهدافه. وفيما له صلة أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن اغتيال هنية وقع في الثانية صباحا بتوقيت إيران، وأنه كان يقيم بمقر خاص للمحاربين القدامى. كما أضافت أنه تم استهداف مقر إقامة إسماعيل هنية في منطقة بشمال طهران. ولد إسماعيل هنية في يناير عام 1962 بغزة بمخيم الشاطئ للاجئين. وشهدت مسيرته تولي عدة مناصب، منها منصب رئيس وزراء فلسطين في عام 2006، كما انتخب رئيسا للمكتب السياسي لحركة حماس في عام 2017. إسماعيل هنية سياسي فلسطيني ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس ورئيس وزراء الحكومة الفلسطينية العاشرة. هنية ولد عام 1962 في مخيم الشاطئ للاجئين غرب مدينة غزة. ومع اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الأولى تخرج هنية عام 87، وتم اعتقاله من قبل السلطات الإسرائيلية بعد أن شارك في الاحتجاجات.
ومع صعود حماس إلى الواجهة في قطاع غزة كحركة مقاومة في عام 1988 اعتقل مرة أخرى، وفي عام 89 تم اعتقال هنية وحكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات. وبعد إطلاق سراحه عام 92 قامت إسرائيل بترحيله مع كبار قادة حماس عبد العزيز الرنتيسي ومحمود الزهار ومئات من النشطاء إلى جنوب لبنان، حيث أمضوا أكثر من عام في معسكر مرج الزهور. وفي ديسمبر عام 1993 عاد هنية إلى قطاع غزة وعين عميداً للجامعة الإسلامية. وبعد أن أطلقت إسرائيل سراح الشيخ أحمد ياسين من السجن عام 1997 تم تعيين هنية مساعداً له. وبعد استشهاد الشيخ أحمد ياسين بنيران مروحية حربية إسرائيلية في عام 2004 تم اختيار هنية لقيادة حملة حماس لانتخابات يناير ليفوز مرشح الحركة في المجلس التشريعي الفلسطيني. في ذلك الحين طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس من حماس تشكيل حكومة جديدة، وبعد فشل المفاوضات التي استمرت لأسابيع بشأن تشكيل ائتلاف مع حركة فتح وفصائل أخرى، اضطر هنية إلى تشكيل حكومة مكونة في المقام الأول من فريقه وعدد من التكنوقراط، ثم تم تعيينه رئيسا لوزراء السلطة الفلسطينية عام 2006 إلى أن أقاله رئيس السلطة محمود عباس في يونيو 2007. وبحلول عام 2017 تم انتخاب إسماعيل هنية رئيساً للمكتب السياسي لحركة حماس خلفاً لخالد مشعل. وفي عام 2018 صنفت الولايات المتحدة رئيس حركة حماس على أنه إرهابي على حد وصفها، وفرضت عليه عقوبات، مؤكدة أن هنية له صلات وثيقة بالجناح العسكري لحماس وكان مؤيداً للكفاح المسلح. وفور إطلاق حماس لعملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي على مستوطنات غلاف غزة، أظهر إسماعيل هنية تأييده للعملية التي أعقبها شن جيش الاحتلال عملية عسكرية واسعة النطاق على القطاع أسفرت عن استشهاد نحو 40,000 فلسطيني حتى الآن. حادثة اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية أثارت تساؤلات حول خلافته في ظل وضع بالغ التعقيد تمر به الحركة مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي. ويتم اختيار رئيس المكتب السياسي لحماس بانتخابات داخلية تجريها الحركة في صفوف قواعدها، لكن في ظل الظروف الحالية بسبب الحرب في قطاع غزة قد تلجأ الحركة لتكليف خليفة مؤقت لهنية من القيادات البارزة فيها. أفاد مصدر مصري رفيع المستوى أن سياسة الاغتيالات التي تمارسها إسرائيل تهدد الوضع الأمني الإقليمي وستؤدي إلى توسيع نطاق الصراع بالمنطقة لوضع يصعب السيطرة عليه. من جانب آخر أفاد خبراء قانونيون للقاهرة الإخبارية أن سياسة الاغتيالات الإسرائيلية تؤكد أن إسرائيل لا تأبه بالقانون الدولي.
أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس جريمة نكراء وخرق للقانون الدولي وتصعيد خطير. وخلال اتصال هاتفي تلقاه من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكين، أكد وزير الخارجية الأردني ضرورة اتخاذ خطوات فورية وفاعلة لوقف العدوان الإسرائيلي وكل الإجراءات الإسرائيلية التي تدفع باتجاه المزيد من التوتر والتصعيد، ومشددا على أن وقف العدوان الإسرائيلي على غزة يجب أن يكون الأولوية الفورية والأساسية التي يجب أن تتكاتف كل الجهود لتحقيقها. أدانت الخارجية السورية العدوان الإسرائيلي الذي أسفر عن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، والذي اعتبرته انتهاكا خطيرا لسيادة إيران وانتهاكا للقانون الدولي وعدم انصياع لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ودعوات معظم دول العالم لوقف المجازر التي تقود إلى اشتعال المنطقة برمتها. وعبر بيان الخارجية السورية عن دعم إيران والتضامن معها، وقدم التعازي للشعب الفلسطيني المقاوم للعدوان الإسرائيلي. نعى حزب الله اللبناني رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية. وأشار الحزب إلى أن اغتيال هنية سيزيد المقاومة إصرارا لاستكمال طريقها، وسيجعل عزيمتهم أقوى في مواجهة الاحتلال المغتصب للأراضي العربية. أدانت الحكومة العراقية عملية اغتيال رئيس حركة حماس إسماعيل هنية إثر غارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامته بالعاصمة الإيرانية طهران. ودعت الحكومة العراقية المجتمع الدولي لاتخاذ التدابير الضرورية لوقف انتهاك سيادة الدول. إلى ذلك أيضا أدانت عدد من الدول اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في إيران. نددت هذه الدول بخطورة التصعيد على منطقة الشرق الأوسط. نفى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ضلوع واشنطن في عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أو علمها المسبق بشأن عملية الاغتيال. وأكد وزير الخارجية الأمريكي على أهمية وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق المحتجزين، ومشيرا إلى صعوبة التكهن بنتائج عملية اغتيال هنية.
للمزيد حول الموقف الأمريكي بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، ينضم إلينا من واشنطن رامي جبر مراسل القاهرة الإخبارية. أهلا بك رامي. بداية دعنا في هذا الموقف، يعني إسرائيل تقول إنها قد أخطرت، أو هنالك أخبار تتحدث عن أن إسرائيل قد أخطرت أمريكا بهذه العملية والعملية التي سبقتها في الضاحية الجنوبية في بيروت في لبنان، وأيضا عملية اغتيال هنية، لكن وزير الخارجية ينفي علم بلاده بهذا الموضوع. هل من جديد حول الموقف الأمريكي حول اغتيال هنية؟ مرحبا رعد. بداية، ردود الفعل منذ الصباح الباكر ومنذ الأنباء عن هذه العملية، عملية اغتيال إسماعيل هنية القيادي في حماس في إيران، وردود الأفعال الأمريكية في الحقيقة شحيحة جدا. يعني في البداية وبعد العملية مباشرة رفض البيت الأبيض التعليق على هذه العملية، وحتى الآن لم يصدر أي بيان أو أي تعليق من جانب البيت الأبيض. الوحيد الذي ربما تحدث عن هذا الأمر، وأعتقد أنه يعني اضطر للحديث فيه، هو وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين خلال زيارته لسنغافورة وخلال لقاء مع قناة آسيا الإخبارية وهي قناة سنغافورية. بدأت المذيعة بسؤاله عن مسألة اغتيال إسماعيل هنية وما تعليقه عليها، فقال إن أمرا كهذا ليس للولايات المتحدة علاقة به وليست ضالعة فيه ولم تكن تعلم به أصلا. يعني كانت هذه التصريحات واضحة جدا من أنتوني بلينكين، أن الولايات المتحدة لا علم مسبق لديها بهذه العملية وليست ضالعة أو شريكة فيها، دون أن يعني يدين أو يشكر، يعني دون أن يدلي بأي رأي حول هذه العملية. وقال إن في الوقت الراهن وفي اللحظة الراهنة يجب علينا أن نركز على مسألة صفقة الهدنة. وهذا هو الحديث الآن رامي، يعني كيف يمكن الحديث عن التركيز على هذه الصفقة والمفاوض هو كان هنية، فبالتالي تداعيات عدم حديث واشنطن البيت الأبيض الحكومة الأمريكية حول هذا الحادث أو تعليقها، كيف يمكن أن يقرأه الشارع الأمريكي؟ وهل واشنطن تستطيع إن كانت صادقة بعدم علمها تستطيع الضغط على إسرائيل بشأن موضوع صفقة وقف إطلاق النار؟ بالفعل يعني اغتيال إسماعيل هنية يضع هذه المفاوضات في مشكلة، هذا ما كانت تتحدث عنه شبكة CNN الإخبارية منذ قليل، والتي كانت تقول إن إسماعيل هنية هو الذي كان منخرطا يعني ممثلا لحماس في المفاوضات الخاصة بوقف إطلاق النار في غزة مع الوسطاء، ووصفته بأنه كان أكثر قادة حماس اعتدالا. هو في النهاية رئيس المكتب السياسي وليس في الجناح العسكري الآن، وقد قتل الرجل، لم يبقى سوى القادة العسكريين في حماس، والذين يعني ارتأتهم CNN أنهم أقل قابلية للتفاوض من إسماعيل هنية. هذه نقطة. النقطة الأخرى، الولايات المتحدة ليس لديها حتى الآن ما يمكن أن تبني عليه رد فعل تجاه ما حدث، لأنه وببساطة وكما قال بلينكين أيضا في حواره مع قناة آسيا الإخبارية السنغافورية، قال إنه ليس هناك ما يمكن أن نخمنه، وأنه لن يتجه لتخمين أي شيء بالنسبة لعملية اغتيال إسماعيل هنية، وأنه تعلم من الدروس السابقة ومن الأحداث السابقة ألا يلجأ إلى التخمين. حتى الآن إسرائيل لم تعترف بعد بمسؤوليتها عن هذه العملية، لكن مكتب الحكومة الإسرائيلية قد نشر صورة لهنية وكتب على جبينه تم التخلص منه على موقعه الرسمي، فألا يعد ذلك وفق القراءات الأمريكية هو إعلان إسرائيلي بهذه العملية أو بتبني عملية اغتيال هنية وفق قراءتك للإعلام الأمريكي؟ حتى الآن هذا لا يعد اعترافا من جانب إسرائيل بالنسبة للولايات المتحدة. الولايات المتحدة تتعامل مع تقارير رسمية تقدم إليها من حليف أو شريك مثل إسرائيل، يعني يجب أن تخبر إسرائيل رسميا الولايات المتحدة بأنها قامت بعملية تفاصيلها كذا وكذا وكذا، وتم فيها إطلاق صواريخ من طراز كذا، واستهداف موقع محدد لإسقاط
هدف محدد. هذا ما حدث على سبيل المثال في عملية فؤاد شكر القيادي في حزب الله في الضاحية الجنوبية أمس، ولكن هذا لم يحدث حتى الآن فيما يخص عملية اغتيال إسماعيل هنية. كل ما حدث أنه كان هناك اتصال ما بين وزير الدفاع الإسرائيلي يوف جالانت ونظيره الأمريكي لويد أوستن، أخبر فيه جالانت أوستن بأن إسرائيل لا تريد حربا ولا تريد أن تتجه إلى التصعيد، ولكنها فقط ستبقى متأهبة على أهبة الاستعداد استعدادا لأي احتمالات. هل هنالك من قراءات لديك في واشنطن رامي عن سيناريوهات اغتيال هنية؟ كيف يقرأه الإعلام، يقرأ الإعلام أو تحدث؟ أنت قلت أن المعلومات شحيحة أو أن التصريحات شحيحة بهذا الخصوص، ولكن ألم يتحدث أحد عن السيناريوهات المحتملة من قبل المراقبين الأمريكان؟ رامي؟ رامي تسمعني؟ لا، يبدو أن رامي لا يسمعني. على كل حال شكرا جزيلا لك رامي قبر، مراسل القاهرة الإخبارية من واشنطن، لوجودك معنا في هذه النشرة. تبعد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الاحتلال الإسرائيلي بدفع ثمن اغتياله لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية. وأكد بزشكيان أن إيران ستدافع عن سلامة أراضيها وكرامتها. من جهته قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية لن يذهب هباء. وأضاف المتحدث أن استشهاد هنية في طهران سيقوي ويعمق الصلة الوثيقة بين طهران وفلسطين والفصائل الفلسطينية. في الوقت ذاته قال النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف إن بلاده لا تعتزم تصعيد الصراع في منطقة الشرق الأوسط، وذلك عقب اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران. يأتي ذلك في الوقت الذي حذر فيه الحرس الثوري الإيراني في بيان له أن اغتيال هنية سيقابل برد قاس ومؤلم. وقال علي لاريجاني مستشار المرشد الأعلى لإيران إن إسرائيل ستقع في ما وصفه بمستنقع جديد بسبب الهجوم الذي أسفر عن اغتيال إسماعيل هنية. دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى ضبط النفس لتجنب مزيد من تصعيد الصراع في الشرق الأوسط بعد اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس. وقالت بيربوك في مؤتمر صحفي إن القضية المركزية الآن هي منع اندلاع صراع إقليمي وعدم إغراق المنطقة بأكملها في الفوضى. وأضافت أن أي قرار يتم اتخاذه الآن قد يؤدي إلى تهدئة الوضع أو تأجيجه بشكل أكبر. ودعت جميع أطراف الصراع إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ووقف التصعيد لصالح شعوب المنطقة. أكدت الصين معارضتها الشديدة لعملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، كما دعت إلى ضرورة وقف إطلاق النار في أقرب وقت لتجنب زيادة التصعيد والمواجهة. أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف أن اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس هو جريمة سياسية غير مقبولة على الإطلاق. وقال بوجدانوف في تصريحات صحفية أن هذه جريمة قتل سياسية غير مقبولة على الإطلاق وستؤدي إلى مزيد من التصعيد. أعلنت مصادر إعلامية إسرائيلية أن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي استدعى كبار المسؤولين الأمنيين لحضور تقييم أمني. وأشارت المصادر الإسرائيلية إلى أنه تم رفع درجة التأهب الأمني في جميع بعثات إسرائيل الدبلوماسية حول العالم بعد اغتيال إسماعيل هنية وفؤاد شكر المسؤول الكبير في حزب الله اللبناني.
تشهد المنطقة أحداثا ساخنة تهدد باشتعال الأوضاع في جبهات عدة. كان أبرز هذه الأحداث اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والقائد بحزب الله اللبناني فؤاد شكر، فضلا عن استهداف قوات بالحشد الشعبي العراقي. طهران، بيروت، بابل، ثلاث مناطق شهدت على مدار الساعات القليلة الماضية قصفا واستهدافا واغتيالات لقادة بارزين في حزب الله اللبناني وحركة حماس، الأمر الذي ينذر بتصعيد خطير في المنطقة التي باتت على صفيح ساخن. فمع الساعات الأولى من صباح اليوم أعلنت حركة حماس اغتيال إسماعيل هنية رئيس مكتبها السياسي إثر غارة إسرائيلية غادرة كما وصفتها حماس على مقر إقامته في طهران بعد مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد. الشعب الفلسطيني ودفعتها غزة. وفور الإعلان عن اغتيال هنية توعدت حماس بخوض حرب مفتوحة قائلة إن الحركة جاهزة لدفع أي ثمن، وانطلقت الإدانات والتحذيرات من تداعيات اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس فيما اعتبرت الفصائل الفلسطينية اغتيال هنية عمل جبان وتطور خطير قد يشعل المنطقة. وفي الأراضي المحتلة أعلنت القوى الوطنية الفلسطينية الإضراب والخروج بمسيرات تنديدا باغتيال إسماعيل هنية، كما أصدر الحرس الثوري الإيراني بيانا يقول فيه إنه يدرس أبعاد حادث الاغتيال على أن يتم الإعلان عن نتائج التحقيق لاحقا. اغتيال هنية جاء عقب ساعات من تنفيذ مسيرة تابعة لجيش الاحتلال غارة على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، مستهدفة القيادي البارز في حزب الله فؤاد شكر الذي زعمت إسرائيل أنه المسؤول عن هجوم مجدل شمس في الجولان المحتل، كما أنه كان مسؤولا عن إدارة الجبهة الجنوبية منذ أكتوبر الماضي. ورغم ذلك خرج المتحدث باسم جيش الاحتلال بتصريحات يقول فيها إن إسرائيل في حرب مع حركة حماس وحزب الله اللبناني، إلا أنها لا تسعى للحرب مع لبنان. أما في العراق فقد أعلنت فصائل الحشد الشعبي استهداف قواتها التابعة للواء 47 في شمال بابل بواسطة صواريخ أطلقت من طائرة مسيرة، فيما أعلن مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة نفذت ضربة في العراق وصفها بأنها دفاع عن النفس مع تصاعد التوتر بالمنطقة على حد قوله، إلا أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت الضربة الأمريكية هي نفسها الانفجارات التي استهدفت قوات الحشد الشعبي العراقي. يأتي اغتيال إسماعيل هنية عقب يوم دام أعلن فيه الجيش الإسرائيلي أنه قتل القيادي في حزب الله اللبناني فؤاد شكر بهجوم على الضاحية الجنوبية في بيروت ردا على أحداث مجدل شمس. وصرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري بأن شكر قتل بناء على معلومات استخباراتية، زاعما أنه ضالع بشكل مباشر في اختطاف جثامين 3 جنود عام 2000. لم تشبع آلة القتل الإسرائيلية من استهداف المناطق اللبنانية، هكذا وصف رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت. الهجوم جاء بعد أيام من الترقب للرد الإسرائيلي على ضربة مجدل شمس في الجولان المحتل والتي زعم الاحتلال تنفيذها من قبل حزب الله اللبناني. الاستهداف الذي تم تنفيذه بطائرات مقاتلة ومسيرات هو الأول من نوعه منذ بدء المعارك على الجبهة الجنوبية للبنان، ويعد حلقة في سلسلة طويلة من العمليات العدوانية التي تحصد المدنيين في لبنان وتجر المنطقة إلى حرب أوسع نطاقة. الهجوم استهدف محيط مجلس شورى حزب الله في حارة حريك بالضاحية الجنوبية في بيروت بغية استهداف القيادي البارز بحزب الله فؤاد شكر، لكنه لم يراعي في ذات الوقت عشرات المدنيين الذين سقطوا ما بين قتيل وجريح. جيش الاحتلال زعم أنه استهدف القيادي المسؤول عن هجوم مجدل شمس في الجولان السوري المحتل، وذلك في إشارة لفؤاد شكر الذي يقول عنه إنه اليد اليمنى للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، وكان مسؤولاً عن إدارة الجبهة الجنوبية منذ 8 أكتوبر الماضي.
الهجوم الإسرائيلي الأخير على الضاحية الجنوبية في بيروت قد يزيد من وتيرة التصعيد، إذ ربما يوسع حزب الله مدى صواريخه لتصل إلى تل أبيب لتصبح هدفاً معتاداً، ومن المحتمل أيضاً أن يكثف الحوثيون من عملياتهم صوب تل أبيب. تحركات حكومة بنيامين نتنياهو تتجه عمداً فيما يبدو إلى توسيع رقعة الحرب نحو لبنان للهروب من أزماتها المتعددة، وعلى رأسها الفشل في تحقيق أهدافها في القضاء على حركة حماس في قطاع غزة. استشهد 8 فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على بلدة الزويدة وسط قطاع غزة. وأضاف مراسل القاهرة الإخبارية بأن طائرة مسيرة للاحتلال استهدفت مجموعة من الفلسطينيين قرب شركة الكهرباء بالبلدة. هذا وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 39,445 شهيدا، بالإضافة إلى 91,073 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي. هذا وأفاد مراسل القاهرة الإخبارية باستشهاد عدد من الصحفيين جراء قصف إسرائيلي استهدف مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة شمالي القطاع. ووفقا لوسائل إعلام فلسطينية ارتفعت حصيلة الشهداء من الصحفيين إلى 165 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. مزيد من المتابعة ينضم إلينا من خان يونس بشير جبر مراسل القاهرة الإخبارية. مرحبا بك بشير، كيف يمكن وصف وتيرة العمليات الإسرائيلية الحالية بعد كل هذا التوتر وهذا التطور الذي نتابعه منذ صباح هذا اليوم؟ تحية لكم شيماء. يعني ما يجري على الأرض هو تصاعد لوتيرة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة. الغارات الإسرائيلية لم تتوقف على كل محافظات القطاع من الشمال إلى الجنوب. آخر هذه الغارات التي استهدفت مخيم الشاطئ وأودت بحياة 2 من الصحفيين وإصابة عدد آخر من المواطنين الفلسطينيين في غارات مباشرة استهدفت هؤلاء الصحفيين أثناء تأديتهم لعملهم المهني في المنطقة الغربية لمدينة غزة بالقرب من منزل السيد إسماعيل هنية. أيضا كان هناك غارات استهدفت محافظة الوسطى وتحديدا بالقرب من بلدة الزوايد، الأمر الذي أدى إلى ارتقاء 10 شهداء وإصابة عدد آخر للمواطنين الفلسطينيين في استهدافين متكررين لسيارات مدنية كانت تسير في بلدة الزوايد حينما باغتتها الطائرات الحربية الإسرائيلية بالاستهداف المباشر، مما أدى إلى استشهاد كل من كان في داخل هاتين السيارتين. أيضا المنطقة الجنوبية للقطاع، نتحدث تحديدا عن مدينة رفح، الغارات الإسرائيلية لم تتوقف منذ ساعات الصباح وحتى هذه اللحظة باتجاه كل محافظة رفح، المنطقة الغربية، حي تل السلطان والحي السعودي الأول والثاني، منطقة المواصي القريبة وهي المنطقة الغربية لمدينة رفح والقريبة من خيام النازحين، لا زالت تتعرض إلى قصف من الطائرات الحربية الإسرائيلية. الطواقم الإغاثية تمكنت من الوصول إلى تلك المنطقة وانتشال 5 شهداء والوصول بهم إلى هذا المستشفى مجمع ناصر الطبي، فيما تشهد المنطقة الشرقية لرفح تحديدا وللمحافظة الوسطى كذلك مدينة دير البلح ومخيم البريش قصفا عنيفا من المدفعية الإسرائيلية التي لم تتوقف عن إطلاق قذائفها منذ الساعات الأولى لصبيحة هذا اليوم وحتى هذه اللحظة باتجاه تلك المنطقة. الأطراف الشمالية للمحافظة الوسطى كذلك منطقة جحر الديك، منطقة المغراقة ومدينة الأسرة ومدينة الزهراء في المنطقة الغربية الشمالية للمحافظة الوسطى تتعرض إلى قصف عنيف من المدفعية الإسرائيلية بشكل لا يتوقف. منطقة الزيتون وهي المنطقة الجنوبية الشرقية لمدينة غزة أيضا تتعرض لإطلاق نيران من الآليات العسكرية الإسرائيلية التي تقوم بمهمة فصل شمال قطاع غزة عن جنوبه، وبالتالي نحن نتحدث عن عدوان إسرائيلي موسع يطال كل أحياء قطاع غزة من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب. شيماء، شكرا جزيلا لك من خان يونس بشير جبر مراسل القاهرة الإخبارية من هناك، شكرا لك. قالت الحكومة البريطانية إن وزير الخارجية ديفيد لامي ووزير الدفاع جون هيلي
توجها إلى قطر. كما أضافت الحكومة البريطانية أن الزيارة تأتي في إطار المساعدة في دفع الجهود لإنهاء الصراع في غزة والدعوة إلى وقف التصعيد في المنطقة على نطاق أوسع. فيما شدد وزير الخارجية البريطاني على أهمية التعامل بشكل وثيق مع الشركاء الذين يلعبون دورا رئيسا في التوسط في الصراع بقطاع غزة حتى يتم التوصل إلى إنهاء هذه الحرب المدمرة على حد وصفه. والآن نتحول إلى أبرز التطورات على الساحة اللبنانية. أفادت تقارير لبنانية بالعثور على جثمان القائد العسكري في حزب الله فؤاد شكر الذي اغتاله الاحتلال الإسرائيلي خلال هجومه على الضاحية أو ضاحية بيروت الجنوبية. كان فؤاد شكر القائد العسكري الأول لقوات حزب الله بجنوب لبنان وأحد أبرز المستشارين العسكريين للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله. هذا وقد كان شكر مطلوبا للولايات المتحدة منذ عام 1983. مزيد في سياق هذا العرض. شيع اللبنانيون جثماني طفل وطفلة قتلتهما الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت. وشهدت الجنازة حشدا ضخما من اللبنانيين المنددين بالانتهاكات المستمرة من جيش الاحتلال. هذا وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع عدد ضحايا العدوان على ضاحية بيروت الجنوبية إلى 5 شهداء بينهم طفلان وسيدتان إلى جانب 74 مصابا بينهم 5 في حالة حرجة. بينما أفادت وسائل إعلام لبنانية أن فرق الدفاع المدني لا تزال تواصل أعمال الإغاثة والبحث عن مفقودين ورفع الأنقاض من موقع العدوان. هذا وذكرت وزارة الصحة اللبنانية أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان ارتفع إلى 515 حالة وفاة و 2156 إصابة منذ 8 من شهر أكتوبر الماضي وحتى اليوم. من الجنوب اللبناني ينضم إلينا مراسل القاهرة الإخبارية أحمد سنجاب. أهلا بك أحمد، نسأل الله لكم السلامة إنما تكونوا. إذن الآن تم العثور على شكر وبالتالي تداعيات هذا الخبر، وهل هنالك من تفاصيل يمكن أن تطلعها لنا أو تحديثات للواقع في الجنوب اللبناني الآن؟
نعم، تحياتي لك في البداية. ربما المعلومات الأولية تفيد أنه تم بالفعل انتشال جثة القيادي في حزب الله الذي تم استهدافه بالأمس فؤاد شكر، ولكن حزب الله لم يعلن ذلك في بيان رسمي. هناك ترقب لبيان سيصدر عن حزب الله يوضح هذه العملية، ولكن معنى إعلان العثور على جثة القيادي في حزب الله فؤاد شكر معناها أن هذه الجبهة اللبنانية لن تكون بهذا الهدوء الذي تشهده منذ صباح اليوم، لأنه من المتوقع أن تكون هناك عمليات رد كبرى لهذه العملية التي تعد عملية مركبة، لأنها استهدفت العاصمة اللبنانية بيروت، استهدفت الضاحية الجنوبية التي تعد مقر أو المعقل الرئيسي لحزب الله، وتعد أيضا العاصمة الأساسية لحزب الله، واستهدفت قيادي رفيع المستوى في حزب الله، أيضا استهدفت عدد من المدنيين من بينهم أطفال. فبالتالي هذه العملية المركبة لن تمر بالتأكيد أكيد وفقا لبيانات حزب الله أنها لن تمر دون رد، وفقا للمعلومات الأولية أيضا. الجبهة الجنوبية اللبنانية في حالة من الهدوء التام، ربما لأول مرة الهدوء على الجبهة الجنوبية اللبنانية يكون مثير للقلق وليس مثير للطمأنينة، لأن هناك حالة من القلق البالغ كيف ستكون عليه الجبهة الجنوبية اللبنانية في ظل هذا الهدوء الحذر الذي ربما يسبق عاصفة غير مسبوقة من الجنوب اللبناني جراء هذه تداعيات. والطيران الإسرائيلي أحمد، هل هنالك من أصوات للطيران الإسرائيلي في المنطقة التي أنت فيها أو وفق معلوماتك على طول الحدود؟ على النقيض، أنت ترى الآن الجبهة الجنوبية اللبنانية وهذه البلدات لا يوجد أي آثار لأي عمليات أو أي طيران أو أي شيء من أي نوع، وكأن هذه الجبهة في لحظة تحولت إلى هذا الهدوء الذي يعم كافة الحدود اللبنانية الجنوبية. هذه منطقة الخيام التي شاهدنا بالأمس قذائف المدفعية القصف الفسفوري وأيضا المدفعية التي استهدفتها بكثافة شديدة جدا، ها هي الآن هادئة تماما، لم تصبها أي قذائف اليوم ولا حتى طلقات نارية. أيضا كفر كلا في الجهة اليمنى سنذهب إليها الآن بالكاميرا، بلدات كفر كلا حتى النقاط العسكرية الإسرائيلية المتخمة للشريط الحدودي، هذه هي مستعمرة المطلة وهذا موقع المطلة العسكري. الهدوء التام على طول الحدود الجنوبية اللبنانية، ولكن ربما هذا الهدوء هو مسار قلق كبير ترقبا وتحسبا لما يمكن أن تكون عليه أو ما يتم التحضير له على طول الحدود اللبنانية الجنوبية في هذه الأثناء، وخصوصا بعد تفاقم الوضع بعملية الاغتيال التي تمت أيضا في إيران باستهداف القيادي في حركة حماس إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، والتي كانت لها أيضا انعكاسات كبرى هنا في لبنان، إذ أن هناك عدد كبير من المخيمات الفلسطينية، أكثر من 500 ألف فلسطيني لاجئ على الأراضي اللبنانية، وهناك أكثر من 12 مخيما للاجئين الفلسطينيين. هذه المخيمات شهدت اليوم حراك كبير وحالة من الإضراب والفعاليات التي تزامنت أو جاءت احتجاجا على استهداف هذا أو القيادي الرفيع المستوى في حركة حماس في طهران. فبالتالي كل هذه الأمور ربما تصب أن هذه الجبهة، هذا الهدوء ربما هو هدوء مؤقت، ولكن ربما سيكون هناك تداعيات كبيرة خلال الفترة المقبلة. أيضا من جدير بالذكر أن سيدة ممن استشهدوا في العملية التي استهدفت الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت بالأمس قد شيعت قبل قليل لأنها من سكان الجنوب اللبناني، وكانت جنازة شعبية أيضا مثلما كانت جنازة الطفل والطفلة التي شيعت في العاصمة بيروت، ولكن هذه السيدة شيعت جنازتها هنا في الجنوب اللبناني وتحديدا في القطاع الغربي من الجنوب اللبناني، وبالتالي كانت هذه المناطق تكتسي بالسواد والحزن يخيم على القطاع الغربي بشكل كامل من الجنوب اللبناني جراء هذه العملية التي استهدفت العاصمة. نعم بيروت. نعم أحمد، رفع الله هذه الغمة عن هذه الأمة وعن بيروت وعن ما يجري هنالك من مآسي. شكرا جزيلا لك أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية، كنت معنا من الحدود الجنوبية اللبنانية، شكرا جزيلا لك. يعود تاريخ الاغتيالات والاستهدافات الإسرائيلية لعناصر حزب الله اللبناني إلى أوائل الثمانينيات، وعلى مدار سنوات استهدفت إسرائيل عددا من أبرز القيادات في حزب الله سواء في الضاحية الجنوبية لبيروت أو خارج الأراضي اللبنانية.
دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اللبنانيين إلى التكاتف بعد اعتداء إسرائيل على الضاحية الجنوبية، مطالبا بتنفيذ فوري للقرار رقم 1701 كاملا. وفي مستهل جلسة لمجلس الوزراء اللبناني أكد ميقاتي أن القصف على الضاحية هو قصف لمساعي التهدئة. كما دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية المجتمع الدولي ووسطاء السلام للعمل في سبيل الأمن والاستقرار بالمنطقة. قال وزير الإعلام اللبناني زياد المكاري إن لبنان سيرفع شكوى إلى الأمم المتحدة ضد إسرائيل عقب الاعتداء الأخير الذي طال الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت. وعقب انتهاء جلسة للحكومة أضاف الوزير اللبناني أن بلاده لا تريد حربا وأن الجهود الحكومية تركز على الدبلوماسية، لافتا إلى أن الخطة الحكومية جاهزة في حال حدوث نزوح كبير في لبنان. إلى هنا نصل لختام هذه النشرة، لم يبقى سوى التذكرة بأهم عناوينها. حماس تطالب المجتمع الدولي بكبح جماح إسرائيل والتصدي لجرائمها بالمنطقة، وتهدد برد قوي على اغتيال هنية. مصدر مصري رفيع المستوى يؤكد أن سياسة الاغتيالات التي تمارسها إسرائيل تهدد الوضع الأمني والإقليمي وستؤدي إلى توسيع نطاق الصراع بالمنطقة. وزير الخارجية الأمريكي يبحث ونظيره الأردني جهود منع التصعيد في منطقة الشرق الأوسط. ختام هذه النشرة، شكرا لحضراتكم، شكرا لك رعد. شكرا لك شيماء، حتى نلقاكم، إلى اللقاء.